صادق صادق تسلم. لا فيصل بيطلع تعال. انا تغدينا سبقنا احضر نحضر طلعته هنا. تعال يا قلبي يلا فوز يلا حبيبي يلا يلا عشان ما نسحب يلا بعد الغداء في فقره حلوه مره مدتها 5 دقائق. يلا احنا اليوم نبغى نغطي على اخوانا بيطلع يعني كم اي اي قم قم بيطلع 24 ساعه صح؟ ايوه يبون يفارقون ليش تبتطلع يا فيصل؟ ليش احس ليش طالع؟ يا ما صار اجر قال والله يا طويل العمر عندي ظرف اقول الظرف عندي عرس اخو اليوم اي والله والله وتاخرت تسلم على اخوك وتبارك له بالنيابه عن جميع شباب حياتك يوصل ان شاء الله منو قوته قوه بعض اي انا وقوه حتى يمديني بس الحق عليهم لا ان شاء الله يمديك بس الحق انت وراح الدوادمي لا قال قورع وقيع لا لا طيب الدير الدير على مهلك سلمنا على اخوك والمبروك الله يجعل مبروك اسمع يمنا ونجيكم ها ونبارك له والله اسمع اسمع سمع عانية حياتك وتقول له تقول له ان كانت هي كثيره فهو يستاهلها وان كانت هي قليله فتسدها المحبه تعالك سامع الله 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 اللي بيننا ترى نقول يعني ايش الكلام امشي رجل وراس سلم على اخوك والله صحيح وبارك له بالنيابه عن جميع الشباب والله لو ما فيها البرنامج هذا لو والله شرفني والله اول الحضور والله والله الله يرقدك انا داري والله احد ما عزمناكم عشان البرنامج حتى لو هو يقول ما ادري لا تجي لكن انا بجي خلينا نطلع كلنا 24 ساعه يقفل البث والله اخوك يستاهل يا اخي الله يديك اخوك ليش ما جاء الزواج اي والله تجهز الزواج كان كم متى زواجه رجال كان يوم الحفل اختامي اجل لا كويس نقدم ايه لا قد قدمه ولا اخره شو يسوي تستاهل قالوا يا اخي اخره اختبارات ما في الا قدم ولو ندري سويناه في الحفل اختام عليك سهل اكسكيوز من شباب فضل عنك مبروك له مبروك عليه والله يجمع بينهم على خير يا رب العالمين ويوفق يا رب هالحياه التي هي جديده ان شاء الله تعال دفوا تعالوا دفوا يا رجال خلوا الرجال يستانس حتى بخروجه اي والله شوف يمكن يمكن تجيك اصابه قبل ان شاء الله تكفون يا رجال اعطوني اعطوني شيء وديني يا ما حلال يا ما احضر زواج عن بارك الله يلا بارك الله بارك الله بارك الله لكم ولنا الله بارك لهما الله أدم حبهما صلي وسلم على رسول الله أعرف فيصل ما يبغى له شيء وديني يا ما حلا داقنا شقا يا طايرة يا لك دار لا دار المظالم وديني وابشر بسعدك اسمع الكلمة بس يا رجال وقف خبر كذا احنا هنا بنشوفك فيصل موضوع ومرفوق ودامك موعود الله يسلمك السلام موجود كله يلا وش فيك شو لك شيلات مش مالك سالم حلو حمار خايف خشمك خشمك الولد تبغى يتعلم ايوه خشمك 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 يا رجال بس 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 خشمك لا والله خشمك خلاص احمد اسمه يا رجال تبغون توصل شيء توصي انا اوصيك بكره ان شاء الله بجيكم بعد المغرب ان شاء الله السبت انا بوصي يلا الله ان شاء الله باذن الله انتبهنا على نفسك الله يطول عمرك احرجني انا اقول لك الله يطول عمرك انا بالرقاده لا لا اسمع سالم غانم سوالف هذا اوصيك طبعا بسم الله سجل عندك طلب ورقه دفتر عندك دفتر الاشعار اي بس ما معي قلم افا عليك قلم موجود حق الطلبات بسم الله الطلب الاول 2 كرتون ايس كريم لا هم ايس كريم ايوه ايس كريم 1 كرتون والله نظامكم كذا بس اي لحظة ثلاث سلات همبا سلات همبا نوع باكستاني همبا باكستاني البارد زين واحد لحظة واحد سلة واحدة عشان أنا غالي شوي همبا يمني بخدود حمر يمني أنت توصف واحد لحظة خدود حمر خدود حمر واحد شعر بنات خدود غزل بنات و تعال سعد نبغى من هناك فوق أنا أبي سلمت أنا أبغى يا ربي إيش أبغى يبي ضمادات ابي ضمادات هذا احمد ما له دخل هذا يحب هذاك الاسود تبي لا جد والله انا اتكلم بجي فراس اسمع جيب الاحمر العلب مو الاسود الاحمر لا 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 يبا كود نرد لا 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 كود انك ترد يعني كود نرد زين زين اسمع يجيب معك جركن بترول حق السياره 99 كولا كولا وكودرت كله بترول احمر حق السياره اللي واقفه هنا من زمان اي مالك
اقسم بالله لو باقي تقول على الله القاله. ها غيرها تبغى شيء؟ جركن 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 بترول احمر مو تاع السياره حق السياره. بالله عليك اي جركن احمر 95 نطيع هذا نجيب بس وش نبدل يحتاج نبدل زيت السياره. تقول تقول شيء والله لك 6 لتر خلاص اسا اخر شيء اخر شيء اخر شيء 6 لتر زيت سياره مع ايه ايه وش حفله ختامي تغير زيت مع 6 لتر زيت زيت سياره اقول لا حسب نورجه زين يلا مع فلتر مع فلتر والله زيد تشرب وعندك منفاخ هواء والله خلاص ادي مطور مايت رديت جزمه مايت رديت احمر بطاطس حرفي وحرف وليد اه عرفته اللي حروفنا احنا الشباب اللي في بطاطس حروفنا نعم نعم اسمع اوريك خلاص انا اعطي بس معلمتك سويت اليوم خطه الصباح ابشر سرور وبس خليت يغنون اليوم واطير نقاط طلعتك الاول يلا طلعتك الاول طلعك الاول وليد تبي شيء ولا اروح ابيك تاخذ هذا معك لا لا والله يا فيصل عزوز عزوز يقول ما يبغى شيء عزوز يقول اصبر تعال يقول اصبر يلا يلا تعال اقول لك اقسم بالله العظيم ما خفت اسمع الحين ترى اجيب فاتوره للغلط عزك الله عزك الله نعال مقاس 43 العال دي ناشفتي من يوم طلعت اول مره طيب نعال 43 لونها اخضر اقول لكم خلوا الرجال خلاص 43 43 اي عادي اتكلم ما في عادي ما في ما استحي عادي لا تسع مني افا والله سروال مقاس كم سروال مقاس ما اعرف لها مقاس ذراعين ونص طويل قصير سروال ابو علي دي نص خصر طويل قصير لا نص خصر لا ادري تبع والله الذي لا اله الا هو مالكم داعي جيب كرتون سني انكسر جيب كرتون سن سني انكسر خولي عندك شيء تطلب يا ابو بسرعه استبي اغراض بسرعه وين ابي اروح 24 ساعه بمشي 24 ساعه عندي ظرف طار يعني اخوي زواج الليله وقاسي وقت يعني عشان كذا يعني يعذروني وبجيك ان شاء الله بكره مو تقعد تفحص لا والله والله يتمم ان شاء الله على خير امين وصلنا وصل لنا تبريكاتنا وصل له وصل له تبريكات صوت انا المنبر هذا وصلت بالختام اهديك الموال العراقي سلام عليك كثير سلام توصي بشيء بس اخذ اغراض ثم اهدي الختام عشان بمشي انت بنقول تلمع سوداء ايش تبي انت بتروح تعلمه بالسناب لا ما بعلم بالسناب بعد خذوها مني ابشر مساجك جزمه ها هذه انا مساديات سبيريات ها سبيري عادي سوح شرقي عرفت فيك اللي بدونه يلا 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 يا رجال اخر موال عراقي وتوي يلا يلا ودعتك الله يا اي وي 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 اي وي يا اخوي فيصل وينك رايح مودعنا يا اخوي ايا بوصل لي سلامي لابوك ولاهلك كلهم يا ابوي لا تعتذر مال الهجر من تبرير صدك بلي يا ذنب والله ظليما ما غير اسلي خاطري بالمشاوير اروح وارجع والعواجز مقيمه ما غير اسلي خاطري يا فيصل يا ابوي فيصل والله ما يخلصون ولا الفتح ما لا يلا استراحه اللقاء ادر الله لا انت يرجع سمع الربع كله روح حطها نومه تبكي من هالجبال لا خلاص والله والله عشان نطول نطول انا والله نطول قرد انا فكرت فكر تعال علمك القصه نعم نعم روح نعم وليد حط لي فراس جنبك اصلا شوي بجيك وليد اسمع خلاص لاني ذا الحين شوي بدخ قول لي بيصحيني العلاقه مع عبد العزيز وسلام حواجب اذا صحاني اجل شكلك انت بتسلم علي حواجب انا قطه في اللي سويتها اليوم بجيك انت دقيقه دقيقه لا بجيك يا ربي